يساهم قطاع الثروة الحيوانية في السودان بنحو 200 مليون دولار كحصائل صادرات، لكن الأرقام التي حققها هذا القطاع العام الحالي كان من المقرر أن تكون أكبر بكثير، وحال دون ذلك خروج المربط الثاني والأكبر بميناء سواكن عن الخدمة بسبب غرق باخرة منذ منتصف العام الماضي. وحصلت الحدث على تقرير لوزارة الثروة الحيوانية قدر الخسائر بسبب خروج المربط الثاني بميناء سواكن ب 300 مليون دولار. وفي 11 من يونيو من العام الماضي غرقت باخرة بحمولة تزيد عن 15 ألف رأس من الضأن في ميناء سواكن لتفيد أيضا مصادر الحدث بأن عطاء انتشال الباخرة رسى على شركة تركية مقابل مبلغ 950 ألف دولار أمريكي منذ إبريل الماضي، إلا أن البطء في الإجراءات القانونية وعدم اهتمام هيئة الموانئ البحرية بخطورة الوضع هو سبب التأخير، وفقا لتصريحات خاصة لوكيل وزارة الثروة الحيوانية حسن التوم الذي أوضح أن السودان كان يصدر باخرتين يوميا ليتراجع العدد إلى باخرة واحدة كل يوم أو يومين، ما يعني إهدار 50% من الصادرات. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.